عاوز العشرة الصبح في الأهلي. أهلا بكم مرة تانية في أولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة. هنتكلم بقى دلوقتي عن دورة الألعاب العالمية اللي أقيمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي زي ما كنت أنا ونهواند بنقول لحضراتكم في مقدمة حلقتنا النهاردة، الحقيقة بعثة مصر أدت فيها أداء أكتر من مشرف، وكان طبعا نتج عنه إنجازات هنتكلم عنها وعن تفاصيلها دلوقتي مع ضيفنا اللي منورنا وهو حكم دولي في رياضة السومو كابتن أحمد خليفة، واللي شارك كمان في التحكيم في هذه البطولة. الحمد لله على السلامة يا فندم، أهلا بيك. أهلا بيك. مجهور يا كابتن أحمد، كل حلقة يعني عن اللي قبلها بتبقى خاسس بجد. أنا فاكرة أول حلقة معانا من سنة تقريبا وشوية، حضرتك كنت كم كيلو وقتها؟ كتير بقى. بس اتذكر فوق المية. شوية. فلا ربنا يخليكي بجد ما شاء الله، دي حاجة كويسة وكويسة للصحة. وعلى فكرة أنا عايز أسأل سؤال بقى بالمناسبة دي، لأن يعني الرياضيين السومو تحديدا وزنهم بيبقى طبعا أوفر ويت بكتير. تمام. طب لما بيبطلوا كلهم بيقدروا يرجعوا لحالتهم الصحية مرة تانية ولا لا؟ لأن تقريبا كل دلوقتي بقى يعمل كده. يعني عمليات ولا عمليات طبيعي؟ بقى عمليات، لان غلط على الصحه قوي. بيبقى الوزن راح في حته صعبه قوي يعني. بس كان من الاول كانوا مستغلينه خير استغلال بحكم طبيعه اللعبه دي يعني. طيب احنا عايزين نعرف من حضرتك بقى التفاصيل اللي حصلت في امريكا والبعثه المصريه والمشاركه والانجازات اللي اتحققت ايه. تمام. هي الايفنت ده اسمه دوره الالعاب العالميه. الايفنت ده زي الدوره الاولمبيه للالعاب غير الاولمبيه. اوكي. اللي بينظم الايفنت اللجنه الاولمبيه الدوليه. هي السنه اللي بعد الاولمبيكس جيمز بتلعب الورلد جيمز. الورلد جيمز دي الالعاب اللي ما بتتلعبش في الاولمبياد. كويس ان هم عاملين كده حاجه كويسه. بيحضر الايفنت وبيدي الافتتاح بتاعه باخ من اللجنه الاولمبيه الدوليه، رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه بيبقى حاضر الايفنت. تمام. وكل الاتحادات رؤساء الاتحادات. طيب يعني انا الهيستوري بتاعي في الورلد جيمز انا حضرتها دي تقريبا رابع وورلد جيمز. حضرت في تايوان 2009، في كولومبيا 2013، في بولندا 2017. الدوره دي لظروف الكورونا اتاجلت سنه لان الاولمبياد اترحلت سنه. ايوه. فلعبنا المره دي في امريكا برمنجهام في الاباما. كل دوره بيبقى فيها مجموعه رياضات اللي هي ما بيبقاش الناس عارفاها قوي. الايفنت ده كان فيه حاجه غريبه، ان كان فيه كاراتيه. كاراتيه كان لسه في الاولمبياد اللي فاتت. انت لسه هسالك، ده مش رياضه فهو هو دخل. لا هو ده اختيار الدوله، كان بس عشان الدوره اللي فاتت. دخل الاولمبياد. الدوله المنظمه بتختار رياضه واحده. اختارته ورجع تاني بقى في الورلد جيمز. اوكي. فهم دول خدوا اوبشنين يعني، لعبوا اولمبياد ولعبوا وورلد جيمز. طبعا هم احنا ابتدينا المشاركات في الايفنت الورلد جيمز كمصر يعني في 7 أو 8 اتحادات رياضيه. كان الانجاز الكبير قوي اللي عمله الكاراتيه. الكاراتيه كان مشارك بحوالي 7 لعيبه، قدر ان هو يحقق 4 ميداليات، 2 ذهب وفضه وبرونز. كويس. ده كان انجاز كبير جدا لاتحاد الكاراتيه بقياده الكابتن محمد دهراوي. وابتدينا بعد كده لعب الاتحاد المصري للغوص والانقاذ زعانف، كان عنده ولد وبنت متاهلين في الايفنت. وكابتن سامح الشاذلي، وحضرت انا على فكره يعني، انا كنت حكم في الايفنت، فروحت حضرت كل الايفنتات تقريبا يعني، حضرت الايفنت بتاع الزعانف. وكان عندنا مشاركه في الكونوفو في الاساليب بلعيب واحد بس، وكان في الدكتور شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي كان موجود. الولد جاب رابع ترتيب عام، هو ما قدرش يحقق ميداليا، فرقت معاه على حاجه بسيطه جدا في النسبه. وكان في الانجاز بتاع البلياردو، ده كان انجاز كبير جدا، عبد الرحمن جاب ميداليا فضيه. كان مشارك سامح سيدهم وعبد الرحمن. عبد الرحمن قدر يحقق ميداليه فضيه في الايفنت دي، كانت 5 ميداليه، والميداليه السادسه كانت بتاعت السومو. البطل بتاعنا عبد الرحمن الصيفي قدر يحقق ميداليه ذهبيه. كويس قوي. بس يعني طبعا احنا الصور بتاعت الابطال بتوعنا اهي زي ما حضراتكم شايفين. بس كابتن احمد، في تطور ملحوظ في اللعيبه يعني في مختلف الالعاب هنا بنتكلم، وكل سنه يمكن بنتكلم عن في تطور ملحوظ ما كانش موجود في السنوات السابقه، راجع لايه الموضوع ده؟ بصي حضرتك، خلينا نتفق ان الموضوع ده مردوده دوله كويس. فيها اهتمام وتركيز على عناصر فرديه. يعني احنا عندنا الوزاره شغاله بشكل دكتور اشرف صبحي في تركيز قوي جدا على الخامات وعلى الفروق الفرديه وعلى الابطال بتوعنا. يمكن الحاجه الجميله دلوقتي ان بيبتدي الوزاره بتوجد سبونسر شيب
والدعم المادي بقى المطلوب ورعايه للولاد. يعني يمكن في تواصل مستمر مع الدكتور اشرف، هو دلوقتي الولاد اللي بيوصلوا ان هم يحققوا مراكز على المستوى العالمي والدولي بيبتدي يبقى ليهم رعايه ويبقى ليهم شركات وسبونسر تشتغل معاهم بعد كده. ده لازم يحصل الحقيقه، وبنتكلم كتير في انه طول ما هو مش حاصل، طول ما احنا بنفقد ميداليات كتيره جدا في رياضات كتيره احنا عندنا فيها ابطال، لو اتيحت لهم الفرصه هيرفعوا علم مصر فعلا عالي. مظبوط. احنا بالمناسبه يعني واحنا لسه بنتكلم عن دوره الالعاب العالميه، هل مصر شاركت في يعني البعثه المصريه شاركت في كل المنافسات في كل الرياضات اللي كانت موجوده ولا في رياضات معينه؟ ما هو حضرتك التاهيل في الورلد جيمز بيبقى تاهيل من خلال الاتحادات الدوليه بكوتا معينه، يعني انت ليك عدد مشاركات عدد معين من المشاركين. الكوتا دي ممكن تبقى يعني مثلا انا كان عندي عبد الرحمن الصيفي متاهل اتحاد دولي سومو لانه محقق ميداليتين برونز في بطوله عالم 2018 و2019، وكان عندي وفي مجموعه ثانيه كانت متاهله كوتا عن طريق القاره الافريقيه ده مثلا في السومو. في الكاراتيه كان مؤهل التاهيل بتاعه كان واخد تقريبا احسن 16 لاعب، فكان عندنا لعيبه كتيره جدا متاهلين من الكاراتيه. هي بس يعني يمكن الحاجه اللي مش لطيفه اللي حصلت ان ما تاهلش حد الاسكواش الدوره دي، يعني الاسكواش عندنا من الالعاب القويه يعني وجايين في الاسكواش بصفه خاصه. كمان يعني كان في ولد وبنت من الجمباز كانوا مشاركين في الايفنت دي، اول مشاركه ليهم على فكره للجمباز في الورلد جيمز. الايفنت الجاي بتاع الورلد جيمز اللي هو هيبقى يعني المفروض ان هو يتعمل في الصين تقريبا، كل اللي كنت بتناقش فيه مع المسؤولين ومع الدكتور اشرف في الوزاره ان الايفنت ده احنا المفروض نشتغل عليه كايفنت مجمع، ما يبقاش اتحاد كل اتحاد يبقى انديفيدوال لوحده، لان احنا في الاخر مثلا بيعتبروا العرض بيبقى موجود فيه مصر كلها، حتى اسمها البعثه المصريه. البعثه المصريه طبعا، والدكتور اشرف وعد ان احنا نشتغل على القصه دي في الفتره اللي جايه. يعني الحاجة التانية ان الولاد دول برضو يعني النتائج اللي عملوها والكلام ده كله يطلع عليها مكافأة كويسة، لان هو عمل هو لعب احسن اعلى مستوى تنافسي في لعبته، يعني قدر يجيب ميدالية ذهب في الورلد جيمز، هو زيه زي الراجل اللي جاب اول في الاولمبياد. على فكرة الاولمبياد طبعا طبعا الايفنت المرة دي كان في حاجة يعني ميزة كويسة ان روسيا ما كانتش مشتركة. اشمعنى بقى؟ يعني هي يعني متألقة هتقفل رياضات معينة. هي كانت قوية جدا، هي روسيا كان بيجيب اول في الورلد جيمز عموما. الورلد جيمز المرة دي عشان ظروف الحرب وكده وهم تقريبا واخدين عقوبة فما لعبوش روسيا في البطولة. الحاجات بقى اللي هي تلفت نظرك شوية التعاطف الناس كلها مع اوكرانيا، لعيبة اوكرانيا في كل الالعاب عملت الناس يعني منظمين الايفنت عملوا نسبه هانت برسنت كده من التذاكر والكلام ده كله لصالح اللجنه الاولمبيه الاوكرانيه كدعم ليهم للظروف بتاعتهم في الرياضه شويه، لفته كويسه جدا طبعا. عموما كان يعني عايز اقول لك ان هم نظموا يعني انا لما حضرت ثلاث اربع ايفنتات من ورلد جيمز، لا امريكا نجحت اللي هي تنظم الايفنت بشكل متميز جدا. بس متوقع برضو امريكا ده العادي يعني يعني عايز اقول لحضرتك مش انت اتفاجئت يا كابتن ولا ايه؟ يا كابتن احمد لا انا لا اتفاجئت بدقه التفاصيل وكانوا مركزين في حاجات كويسه قوي. يمكن اللي احنا كنا قاعدين في زي مدينه جماعيه كده حاجه اسمها يو اي بي اللي هو مكان الاقامه بتاع البعثات كلها، واخدين بالهم من التفاصيل في كل حاجه. التايمات حاجه مركزين جامد جدا، تواجد امني بطريقه طبعاً غير عاديه يعني. لا كان ايفنت متميز جدا يعني. حلو. انا عايز اروح معاك بقى كابتن احمد لماتش السومو واللي حصل وعاده المباراه طبعا ولعبنا عبد الرحمن، ايه القصه؟ والله بص، هي قصة كانت يعني اول عمله عبد الرحمن انجاز جامد جدا، يعني ان عبد الرحمن يمكن بيلعب سومو من 2016، عبد الرحمن المصري الوحيد اللي قدر ان احنا يسمعنا نشيد الوطني في السومو، جاب ميداليتين ذهب قبل كده. واحده في 2016 اول ما لعب جاب اول علم في منغوليا ناشئين. يا ما شاء الله. واول لاول مشاركه ليه جاب اول علم. اول ما لعب جاب اول علم ناشئين. حاجه استثنائيه ما شاء الله. يعني هو 2016 كان جاب اول علم ناشئين، 2017 لعب الورلد جيمز جاب خامس، مع ان دي كانت كبار. فالنقله من ناشئين الكبار دي المفروض ان هو مثلا ممكن يخسر ما بنبقاش مستنيين منه مكسب، يعني هو كان تحت 18 ومع هذا جاب خامس في الورلد جيمز 2017، 2018 جاب ثالث عالم، 2019 جاب ثالث عالم. ما شاء الله. 2020 21 ما لعبناش سومو بسبب الكورونا. كورونا طبعا. لما تاهل الايفنت ده تاهل من الاتحاد الدولي، يعني جاله التاهيل من الاتحاد الدولي لان هو جاب ميداليتين في بطوله عالم. ف
فالمنافسه صعبه وطريق البطوله بتاعه كان يعني ما شاء الله كل اوكران، يعني الاوكرانيين هم اللي بينافسوه اساسا، يعني ايه البوله ما كانش فيها حاجه سهله يعني. الماتش اللي لعب مع منغوليا كسبه، وبعد كده لعب ثلاث ماتشات والثلاثه من اوكرانيا يعني. الماتش اللي كان صعب فيهم مش الفاينل بقى، كمان السيمي فاينل، السيمي فاينل بيلعب مع الولد اللي جايب اول عالم بتاع اوكرانيا، فهو كسب الماتش ده ما شاء الله. واخر ماتش بقى الماتش الفاينل اللي هو المفروض ان احنا لما بنلعب سومو، الدوهيو بتاعت السومو المكان اللعب ما ينفعش نعمل عليها اي رياكشن بعد او قبل اللعب، يعني ما ينفعش ان احنا نعمل عليها مظاهر فرح او مظاهر زعل او اعتراض او الكلام ده، ده رولز السومو يعني. فالولد من فرحته يعني عمل الباك دايف ده، والمشكله بقى انا كنت بحكم الماتش ده، يعني انا كنت مختار ان انا بحكم الفاينلز يعني فاينل 85. فطبعا اللي بيحكم كان اوكراني، ده اللي كان حكم الحلبة اوكراني، فهو بيرجع لورا وبيبقى القرار بتاع الخمس الجادج اللي موجودين حوالين الدوهي. فاتجمعنا على الدوهي وكده، وجي رئيس الاوضه قال لنا طبعا القانون واضح وصريح، الولد ده عمل كذا واحنا هنكنسل يعني المرة. بعد ما المباراه خلصت يجي يعني، طب ما برضه اتس انفير يعني، ده لو حصل ده معلش لو انا فاهمه غلط، لو حصل ده اثناء المباراه مش بعد المباراه. ما هو هي حضرتك بس هي يعني خلينا نتفق ان هي طالما الرولز اللعبه كده، الرول ان انا حتى بعد ما المباراه تنتهي مظاهر للفرح، هي للاسف الرولز بتاع السومو كده. فاحنا انا بس اتحركت بفكر الحكام اللي معايا في اتجاه تاني خالص، ايه بقى يعني. ان الولد صغير في السن، وان الكيس ده حصل من سنه 2013 مع لعيب من روسيا عمل نفس الموضوع. الله حلو. وعملنا ساعتها اعاده للماتش، انا كنت عايز اعيد الماتش ان انا هضمن فرصتين على الاقل، يا ذهب يا فضه يعني، هبقى يعني رجعنا تاني الامل الميداليه تاني. لعبنا يعني الحمد لله ربنا كرم يعني، عرفنا نتكلم في ان احنا نعيد الماتش تاني، حصل اعاده للماتش. وفي الماتش التاني كان في حاجه صعبه كده في الماتش شويه، وعملنا برضو الحكام رجعنا اتكلمنا تاني، وانا اللي رجعت عبد الرحمن. عبد الرحمن عامل قلق جامد. وانا رجعت عبد الرحمن 3-2 يعني، كان في راي 2 ان هو خسر وراي 2 ان هو كسب، وانا اللي قلت لهم لا ده هو كسبان. ايوه كده والحمد لله. احمد امال ايه صح. عايز اقول لك برضو يعني يمكن فرحتي مع عبد الرحمن، احنا يعني احنا الاثنين بعد ما الماتش خلص وخرجنا بقى بره منطقه اللعب، ويعني عايز اقول لك انهيار تام واضح في الصوره اللي انا متصوره معاه، قعدت اعيط بقى جامد طبعا ابني، وكنت فرحان بيه جدا طبعاً. وشال بقى الميداليا وحطها في صدري. انا قلت انت شلته؟ لا هو وزن كام؟ 85. 85 ده يعتبر متوسط في السوق. لا ده اول وزن، ده اول. يعني كلام ده بدايه كلام. اول وزن عندنا 85 تاني وزن 115 تالت وزن تقيل. بس غريبه قوي فكره ان الواحد بعد ما ينتهي من اللقاء او المباراه والفايز ما يعبرش عن هو هي دي رولز السومو. هو السومو عند اليابانيين حاجه جديه جدا، حاجه لا ليها عقيده وتراث وحاجه يعني بالنسبه لهم يعني الموضوع صارم شويه. فعايز اقول لك على حاجه، احنا يعني ايه يعني حتى كمان عندنا احنا التقاليد مثلا عندنا على معايير، كان ولد بيكسب مثلا فبينزل يسجد. فاهم ازاي؟ فانا لما يعني ايام ما كنت بشتغل في الكوتشنج يعني كنت بقول لهم يا جماعه لو حد يعني لو انت عايز تعمل كده ما تعملش فوق كده يعني، ايه استنى لغايه لما بس تحيي وتخرج بره منطقه اللعب الدوهيو واعمل كده تحت مثلا. فاهم ازاي؟ لكن جالنا بقى كلام كتير، اصل اللعيب بتاع اوكرانيا عمل نفس الباك دايف مش عارف ايه. هو اللعيب بتاع اوكرانيا يعني بعد ما خسر من عبد الرحمن، مش الولد الفاينل، الولد اللي هو جاب ثالث اللي هو كان بطل عالم وجاب ثالث في الايفنت ده، عمل نفس الباك دايف ده. لا عمل مش عشان يتعادل ماتش، عمل نفس الباك دايف ده بعد ما الايفنت خلص يعني. بعد وهم بيوزعوا ميداليات الدوهيو بتاع السومو بيبقى عليها الفوكس كده على النور بتاع الصاله كلها، الناس كلها شايفاها. هم استغلطوه برغم ان كان الايفنت كله بتاع الايفنت بقى يعني، هو عايز يوصل مسج وزعلان ان بلده ضربت واوكرانيا، فرفع العلم اوكرانيا كده وراح عامل الباك دايف برده. بس الكلام ده ما كانش فيه حكام موجودين وكان الايفنت خلص. هو بيوصل بس ماشي. طب فحتى كمان اللجنه المنظمه قالوا بعد اذنك ده برده دهي، وحتى لو ما فيش لعب شغال دلوقتي برده المظاهر دي ما بتتعملش هنا يعني. الدهيو للرياضه مش لموقف سياسي. أيوة يعني أيوة. بس جه عليه كومنت برده. لا واصلا امريكا كمان هتلاقيها بتتعامل بحساسيه مفرطه طالما بنتكلم على اللي حاصل ما بين روسيا واوكرانيا يعني. الموضوع ده اصلا ليه حساسيه شديده عندهم يعني. وهو عموما يعني احنا ما بنخلطش دايما ما بين السياسه والرياضه. احنا جايين بنلعب رياضه لينا ميشن معينه، فالمفروض ان احنا بنلعب رياضه بس يعني. ايوه يمكن الايفنت في مجمله كان متميز جدا، تنظيمه كان كويس. الحاجه اللي عايز اقولها ان الدعم الحكومي والمسانده الدايمه من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والتواصل المستمر يعني، عايز اقول لحضرتك ان هو كلمني واحنا هناك واخبار الموقف عندكم ايه واشتغلوا مع بعض
ويا جماعه بعد اذنكم لازم منظرنا يبقى كويس ونشتغل على نفسنا وركز على اللعيبه. حلو حلو، في تواصل ده مهم. طبعا بس تواصل مهم بقى بعد ما نرجع ناخد المكافآت. والله عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو الكلام كويس جدا برضو، بس احنا خلينا نتفق على حاجه، يعني ان هو عموما ما فيش يعني جهه الاداره دايما كوزاره او كدوله دلوقتي احنا شايفين ان في تغيير، يعني في القياده السياسيه في تغيير من الناحيه المعنويه، هل الناحيه الماديه برضو ده حصل ولا لا؟ بقول لحضرتك فعلا يعني الناحيه الماديه حاصله، الوزاره بتحاول توفر كتير جدا. خدتوا المكافئات؟ لا، ما هو ده على فكره احنا راجعين من اسبوعين، مش من فتره كبيره يعني. طيب عايز اقول لحضرتك لا، ان في تواصل مستمر ومع الوزير، في دعم دائم من الدوله. ده مهم، ده مهم. وعايز اقول لحضرتك على حاجه برضو، يعني ان احنا النهارده بنوصل ان احنا نرفع علم بلدنا ونشارك في كل الايفنتات. عايز اقول لك لا، في الظروف الاقتصاديه دي اللي العالم كله فيها، وحرص القياده السياسيه بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ان مشاركتنا في كل حاجه، ده في حد ذاته انجاز كبير جدا، ان احنا ده احنا بنشارك وموجودين في كل الايفنتات، وعندك ممثلين في كل حاجه، يعني ما فيش ايفنت. تحيه كبيره ليا طبعا اصحاب القرار، وتحيه كبيره واكبر بصراحه للعيبه بتوعنا والابطالنا اللي هم اصلا بيصنعوا او بيرفعوا اسم مصر في المحافل الدوليه. طبعا لهم كل الكريدت ولهم كل الاحقيه في مكافئات ودعم مادي، باي ذا واي يعني الكلام لازم يكون في مكانه. نورتنا يا كابتن احمد بجد، وما تخسش بقى عن كده تيجي معانا كمان سنه ما تبقى 50 كيلو تبقى مشكله. سعداء جدا بالانجازات اللي اتحققت دي، ودايما مشرفينا كده، وان شاء الله حضرتك على خير مره ثانيه يا كابتن. شكرا، شكرا قوي، ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع نبتدي معاكم ثاني واخر فقراتنا الحواريه، خليكم معانا.